لازم تدقي لهم وتذكريهم انه لاكشمي مثل بنتهم على اساس، ولازم تضل ببيتهم، ولازم تنجح خطتنا هي يا مرت عمي. ايه حلو حلو، شو بيرفع الراس؟ اكيد اقتراح بيدل على ذكائك. اه طبيعيين اثنيناتكم؟ انتوا الاثنين عم تستخدموني لتحققوا رغباتكم ويصير يلي بدكم اياه، مزبوط؟ مفكريني بنت عقلي صغير ومو فهمانه خطتكم ابدا صح؟ إذا أنا اتصلت فيهم رح يفكروني طماعة، وإنه كمان ما بدي لاكشمي إنه تعيش عندي وتترك البيت وتروح، هذا السبب اللي عم بتقولي لي اتصل من شانه. عم تحكي صح. شو قلتي وليه؟ عيدي شو قلتي؟ لا ولا شيء ولا شيء. فهمانة كل شيء أنا باني، صار لك كم يوم عم بتعيدي نفس الحكي وتحكي من ورا ظهري وبالخفا. رح أقطع لك لسانك إذا بسمعك عم بتطوليه مرة تانية، مفهوم؟ رح فوت لجوا نام شوي. فوق كل هذا امبارح ما قدرت نام كل الليل بسبب قلقي عليكم، وهلا حاسه انه راسي عم يوجعني. بعدي ايه صحيح، اسمعوني منيح انتو التنتين، اذا اجى حدا مشان ياخد لاكشمي فورا بتفيقوني، ما بتقولوا مرت عمي نايمه وما بدنا نزعجها، خليها نايمه احسن. لا تتحججوا، بقدر ارجع نام فورا، بس اذا فيقتوني من دون سبب محرز رح ورجيكم نجوم الظهر، فهمانين؟ يمكن كلياتهم صاروا بيعرفوا انه لاكشمي مانا بالبيت هلا، ليش ما اجى حدا لحتى ياخذها؟ صح، ولا حدا اتصل فينا كمان، لا ريشي ولا حتى ايوش اتصلوا، ما بعرف شو عم بصير هنيك باني. شالوه اذا قبلوا رجعوها على البيت لاكشمي ما عاد بدها ترجع. لا باني لا تكوني سلبيه هيك اختي. لا قالت لاكشمي انها تركت رساله، يمكن كتبت انه ما بدها ترجع على البيت وما بدها حدا يرجعها، لهيك ما اجى ريشي. لاكشمي أنا بحبك كتير، ما بعرف مدى حبي لإلك، يا ريت لو استوعبت هذا الشي بكير، وما كان لازم خليك تغيبي عن البيت كتير، هذا الوضع ما رح يضل هيك، ما كانت رح تنجبر تترك البيت، وأنا ومليشكا ما كنا رح نتزوج، هذا غلطي كل يلي صار غلطي أنا، ولاكشمي عم تتعذب بسببي، بسبب غلط غلطته، تركت أنا ولاكشمي. رح آخذ حلو للكل بس أرجع على البيت لنحتفل إني رجعت على الشغل. وهلأ بعد ما انفصلت عن ريشي لازم أتقدم خطوة بحياتي وبلش أعتمد على حالي من دونه، وريشي بتمنى يضل مبسوط ومرتاح كل حياته. صار حادث، حدا صار له شيء؟ هاي سيارة ريشي. ريشي لاكشمي انتبه انتبه. ريشي شو عم تعملي هون؟ انا منيح ما صار لي شيء، انت شو عم تعملي هون؟ الحق على المرة لانه قطعت بسرعة لهيك اضطريت وقف فجأة عشان المرة ما تتأذى، صار معنا الحادث، انا كثير اسف، اذا بتحب فينا نروح على المشفى. لا ولا يهمك يا عم لا تقلق، خلص انا منيح وما صار لي شيء وماني منصاب بجروح خطيره، انت زلمه كثير منيح لانك قلقت علي، لو كان الكل مثلك فيهم ضمير ما كانوا الناس عانوا من الحوادث، بس شكرا كثير لك، شكرا، فيك تروح. تفضل اخي. مدام بس ما وصلتك. لا لا ما في داعي، انا بعرفه رح اخذه على بيته، فيك تروح. ماشي مدام. شو عم تعملي هون؟ أنا شو عم أعمل هون؟ ما فيك تعمل شي صح، ليش ما أجيت بتاكسي؟ ليش لا تسوق أنت السيارة؟ يعني أنت منصاب ولسه ما طبت منيح، ليش لا تطلع برات البيت اليوم؟ ليش طلعتي من البيت؟ قولي لي، جاوبيني، ليش رحتي؟ رحتي بدون ما تخبري، ما خبرتيني ولا خبرتي أي حدا، لهيك طلعت برات البيت لدور عليكي وبدك ترجعي معي على البيت. عندك كل الإجابات على أسئلتي.
وليش انت هون؟ ريشي عم يوجعك جرحك مو هيك؟ عم يوجعني كتير وقلبي عم يوجعني أكتر. أنا مجروح من جوات قلبي. طلعي بالسيارة. تعي امشي معي. رح اطلع بس أنا رح سوق السيارة، أنت اقعد. يلا. عفوا شو؟ بتعرفي تسوقي سيارة؟ ايه بعرف سوق. يلا ريشي طلع. يلا انتبه. على مهلك على مهلك. آسفة آسفة. رح تقدري تسوقي؟ ايه. لوين بدي اخده؟ على بيته ولا على بيت عمي؟ شو عم تعملي؟ فقدتي عقلك؟ شو بكي رح تكسري المراية؟ شو احكي عن قلبي اللي انكسر لكان؟ شو معناته هالحكي؟ شو معناته يعني؟ ماليشكا انت شو عم تعملي؟ شو لازم اعمل؟ شو اعمل امي؟ راح ريشي اللي رجع لكشمي، ليش بضلها وراكد وراها؟ راح قالوا من راسه يعني هو لساته واعي؟ لا 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 هو جن على الاخر، لهذا السبب عم بضلها لكشمي السخيفه يلي مو من مستوانا، ليش هيك عم بيعمل؟ ليش؟ أنا بحبه كتير، بحبه لهالدرجة وهو عم بيلحق لاكشمي بضل وراها من مكان لمكان، ليش؟ عن جد هو لسه بحبها للاكشمي مثل أيام زمان. أنت شو عم تقولي ماليشكا؟ شو عم تقولي؟ ما بيصير هيك.